أجمل الحاجات اللي اتكلمت عن الزمن ووقوف عن الأطلال، الأماكن اللي محمد عبده، يا سلام سلام، الأماكن كلها مشتاق لك، يا سلام، والعيون اللي رسم فيها خيالك، والحنين اللي سرب روحي وجالك، ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاق لك، كنت أظن الريح جابت عطرك يسلم علي، كنت أظن الشوق جابك تجلس بجنبي شوي، كنت أظنه خاب ظني وما بقى بالعمر شيء واحتريته. فيمكن هي تكون بكائية، بكائيات الأطلال على الزمن. أما بعيوني أنا بقول معاها عرفت إنه الحب هوية، هدتني فؤاد والروح النقية، أريد عصارة الخود الأبية، درفونة وأزتني جنس أزية. سلام سلام يا من زمن جهلك فرستك، كبرتي في دواخل الروح غرستك، متين ألقاك وتبرد نار مغستك، وحات اسم الله مشتاق لي ونستك، كيف بالله يا نبع المسرة، شواني الشوق ودمعي عليك خرة، نعيم الدنيا مهما طال ودرة، بلاك ما بس ولي مثقال ذرة، عليك أفكاري والخافك شرايد، بقيت ما نعرف الناس والفرايد، حالي البيا يا زينة الخرايد، بخاف قروه ما نشيت في الجرايد، بريدك وقلبي ما بعرف يلفق، أسيرك بحروف اسمك بخفق، مناي القاك يا حسنا مدفق، نعيش أنا وانت فوق بسطني شفق، بتين القاك وطرفي ترد نوره، وهيم في روضك الزاهي وزهوره، بريدك وقلبي كيف أوصف شعوره، وجمالك يدخل الغنى في ضفوره، وجمالك يدخل الغنى في ضفوره. بس لما تذكر أغنية بتحس إنه لها علاقة بالزمن بالنسبة لك، شنو يعني أغنية كيف بتحب تسمعها؟ يا سلام، يعني قبل شوية الناس تناولت بحر المودة. أيوة. بحر المودة دي فيها شكوى من القهر بتاع الزمن. أيوة. وتغيير الظرف المكاني والزماني. أيوة. بالنسبة للشاعر ذاته، وبعد ذاك فراقه للوالدة. فوالله بس لو قلت لنا منا بيتين ثلاثة ساعي الغان والله يكون جميل. إن شاء الله الذاكرة تزعفني هي لأستاذنا السر عثمان الطيب، غناء الأستاذ محمد جبار، لهم التحية الاثنين. يمكن لساعدك أنا لها، شوف الزمن يا يوم مساعدني بعيد خلاص، جرعني كاس دردرني، وتعذبت وتغربت يا يوم وريني الخلاص، بتذكرك يا يمه في الصبح النسايم يهبقبل، قايم الصباح متكفلتي وشايل الحليلي على المراح، جبت اللبن بين شراح، سويت الساعة ديك يا دوب، والساعة ديك يا دوب، وذيك نبض الصياح والطير صغار يغرد، بتذكرك يا يمه في ساحة الهجير، صالاك نار الدوكي عستين الفطير، رشيتي وقلت كلوه خير، وبتذكرك يا يمه والناس قالوا قايمين البلد، رصوا الهديمات عدلوا، وركبوا اللواري وقبلوا، شالوا السلام انا مني ليك، وان شاء الله عندك يوصلوا، ويا يمه ساعة يوصلوا ويقولوا ليك شفناه في بلد الامان، مبسوط ورايك في امان، يا يمه رسلي لي عفوك ينجيني من جور الزمان، يا يمه رسلي لي عفوك ينجيني من جور الزمان. يا اخو الله يكثر خيرك، هي دي الاغنيه يا ريت. هي طبعا دي اغنيه اي زول يتمنى انه يكون كاتبه. نعم. من كلمات. نعم. بحر المودة يعني قصه التحسر على الزمن دي، يعني مرات بتكون متشوق كده ومتلهف انك تلاقي زول يعني. نعم. عندك معاه مواعيد، الحاجه دي برضه قد تلاقيهم كثير القانونيين، يعني الناس بيكونوا مشتاقين يشوفوا ولدهم ولا ابوهم ولا اخوهم ولا زول قريبهم ده، وهو جاي طالع يعني، او 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 منتظرين لحظه النطق بالحكم، هم متاكدين انه بريء والحكم حيصدر. في لهفه كده بتشوفه مرات في عيون الناس في مواقف زي دي. اي هي اثناء الاجراءات القانونيه بتاعتك انت بتكون عندك توقعاتك، وتوقعاتك ده احيانا تكون ما سليمه، او تحصل توقعات مفاجئه من الذهنيه اللي بتكتب في القرار دي ذات اللي هي المحكمه. والناس كثيرين جدا بيكون ده زمن
متوتر جدا وزمن طويل خلاص وزمن طويل جدا وبياخذ زمن طويل جدا. حتى بعد ذاك في عامل بتاع الزمن بنسميه نحن الزمن الاهتزازي، اثناء ما بيقرا في القرار بيديكي حالات انه القرار ماشي في مصلحتك، ثاني بيقول وقد وجدنا فلان الفلان ثاني رجع متخيل حاجه فجاه تتخيل حاجه ويمشي معاك شويه كده لمصلحتك في بعض الحيثيات، وتاني في الصفحه اللي بعدها يمشي. فانت بتكون في الفتره دي في الفتره الاهتزازيه. طبعا مهم انه القاضي ذاته يسرد الحقائق بشكل مطول، والحكم ده ما يعني مرات كثيره ما بكون مباشر كده يعني. نعم. لما يتقال للناس ما بكون مختصر يعني، ما بجي بقول لك والله يا استاذه انت قررنا المحكمه في مواجهتك كذا، لا حيبدا من الاول هذه الوقائع تتمثل في فتح البلاغ بواسطه الشاكي و و و يا اخي دي دايره صبر شديد خلاص ده ده بيكون الجهد شديد والله يا اخي الزمن الاهتزازي ده ممكن انا اسرق منه كنا لا 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 اتفضل رجحتني لي قصيده اهتزازيه ف نزار بيقرا افكارنا كويس يمكن الشوق ذاته يكون احيانا فيه اهتزاز وعدم التصريح بالشوق انه يا اخي انا مشتاق لك ما مشتاق لك واقوم امشي اسال منك زول ثاني والزول الثاني ده يقوم يجيك يقول لك يا اخي فلان ده بيسال منك وكانه ما عارف حاجه. نعم. فبقول احلف انك عني سائل وكل منا نفسك تشوفنا وعارف الشوق احتواك اوهام خيالك في طيوفنا وصاحي تذكر ذكرياتنا وفي المنام تغشاك ويصوفنا ونعلم اننا كل حياتك ولحظه ما بتحمل عزوفنا ويا جميل يا جميل وحياه شبابك انت شوقك فاغ نصابك ليه تخبي وما بتوضح عني ليه تسأل صحابك وهو الغرام ما فيه عزة ويعني ايه لو شوقي جابك اعلى منك اعلى منك غاوي جرحي ولي دوام ترسل حرابك ولسه بنزف وشوقك اكبر وكل مناي يمطر سحابك وتروي حرمان المشاعر ولين تعلن اقترابك واعلى منك اعلى منك عن نسائل بس سؤالك كاوي جوفنا يكفي من تسأل صحابي ونحن غمدك يا سيوفنا بكرة بكرة شوق الشوق يجيبك يا غنانا وكل حروفنا نحن ما كعبت غرامك ما استطاع فرض تطوفنا ونحن ما كعبت غرامك ما استطاع فرض تطوفنا كده يكون الشوق الاهتزازي. نعم يمكن دكتور معتز برضو خلينا نرجع لأنه الزمن عند القانونيين أو في المحاكم عموما ده ممكن يعني بيفرق بين الحكم على 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 شخص يعني بيكون مختلف طبعا من شخص حسب الجريمة أو حسب الجرم اللي ارتكبه الشخص المعين يعني الحكم الزمن ذاته بيحكم على الشخص انه والله المثل اللي ضربته قبيل فيه انه والله زول يتحبس عشان انت ما عامل او ضارب اخوه او غيره من الحاجات انه ما يشوفه مثلا ماشي قدامه يعني. نعم. هي الغرض من العقوبه دائما بيتحقق الردع العام والردع الخاص بالنسبه للناس. نعم. دي كقاعده اوليه. لكن معظم الاجراءات بتاعت الحبس والاجراءات بتاعت القبض دي اساسا محافظه على الزول ذاته باعتبار انه لو اخذ حريته ممكن بعد ذلك تكون في دواعي بتاعت انتقام. نعم. او دواعي بتاعت اهلنا ديل بعرفوا كويس التار فزي ده انت بتقوم بتحافظ عليه فترة زمنية محددة. نعم. طيب العقوبة خاطر سلطات تقديرية للقاضي في انه ممكن تكون 6 شهور ما تزيد عن سنة بخطوة ليه وكده يعني ما بيجي بس هاي. لكن بعد ذلك سلطات التقديرية في انه نقدر ظروفه يعني الأسرية قبل كده ما ارتكب جريمة ما عنده سوابق ما عنده حاجات زي دي فهنا المحكمه عندها سلطه تقديريه تديه عقوبه مناسبه. نعم. فدائما العقوبه والزمن بتاعها بيكون مربوط بالظروف بتاعت التخفيف بتاع العقوبه او بعد ذاك كمان تكون موقوفه بالظروف بتاعت التشديد في العقوبه يعني. الزمن ممكن يكون اكثر رأفه. الزمن ممكن يكون اكثر رأفه. يعني برضه احنا كل مره حنمشي ونجي للزمن والمواعيد في الاغنيه السودانيه، استاذنا التجاني حاج موسى ربي يديه الصحه والعافيه. قال لي مسامحك ما عشان عينك، عشان تتعلم الغفران وتصفح لو زمن جاربك. مرات برضه الزمن بيعلم الزول كثير من الحاجات فيما يخص العلاقات العاطفيه يعني. فشنو من التجارب اللي علمك لها الزمن وكتبتها قصيده؟ والله يا اخي من التجارب اللي علمني لها الزمن وكتبتها قصيده يمكن يكون هي
مجموعة قال روحك هزبها ونقيها بإيمانك، والغنى ترضي ربك وتحترم جيرانك، العفو والتسامح خلهن عنوانك، اوعك من تغشك وتتبع شيطانك، ما يغرك جماله واوعى من تتكبر، دنيا نعيمة زايل ويتعظ ويتعبر، إن ضاقت بتفرج والكسر بتجبر، أصبر والزم الصبر إن كمل يتصبر، نظمك حكمه ويتأنى وعرف صوبك، والحق قوله جهرا كان أبوك أرضوبك، تمر الناس بضرك وبينفعك لا لوبك، إن عريت جواهرك ما بسترك توبك، إن درت البئازرك والصديق الفالح أسعد ديما بنضم بالحديث الصالح، أحذر من لسانك والكلام الطالح، النيل فرق بيصهر يوم تضوق المالح، ما تصاحب الجبان اليوم تقع ما بسندك، إن قلت الحقائق بوراك يفندك، أسعى الهيل وهيلك واركز أكرب زندك، استقبل ضيوفك وجود لهم بالعندك، ما تباري المنافق والجبان ومرمد، الحر غرس طيب وبالمروة مسمد، ما كل المهندم في القبيلة معمد، أخذ الفتوى من ديننا ونبينا محمد، خاوي الرأي ويصلح وبيحترف بيشينه، وما تتعدى حدا يبقى بينك وبينه، في الدنيا العبوس سخط البيض بزعينه، الخايب البخونك والبعيق والدينه، أمرك فوض الخالقنا مهما تقسى، وما ترجل بزلك وبالغناعة ترسى، أخت اليوم ملاقات الضيوف بتدسى، السما للخلق بتشاف وما بتمسى، ما تجاور البخونك والبدس الزاد، الغنى والفقر ما بخافنا الأجواد، مي دايم العبوس العبرة في غوم عاد، جبال الكحل بيهدها المرواد، ما تخاول بخزلك يوم عليك تقرط، واوعى تسوف عيلت الليل قبيلة تورط، أحذر من عدوك وللعروض ما تشرط الرجال، مواقف في الرجال ما تفرط الرجال، مواقف في الرجال ما تفرط، أبشر بالخير، أبشر بالخير، أبشر بالخير والله، أبشر. يمكن يكون ده اختزال لتجربة، تجارب ممكن أعلمك لها، نعم، اختزال لمجموعة كبيرة جدا بتاعت غيم جميلة جدا، نعم، ويكاد يكون في حكم كثيرة جدا يعني تخللت القصيدة، يعني أنا ما زول محلل بتاع قصائد لكن حقيقي معجب بها شديد. الله أول قصيدة ذكرتني بكلام أستاذة سارة بأنه الدعوة اللي قدمتها للنساء حفظ الأساعة البيولوجية تقريبا عشان هي دي قيم كبيرة جدا بتدعو الإنسان أنه والله يتحلى بيها، اللي هو عموما يعني في التعامل مع الناس، أشعار الحكم يعني. نعم يعني دكتور معتز خلينا نرجع، كيف المسامحة دي في القانون يعني؟ عندنا قواعد أساسية اسمها الصلح سيد الأحكام، احنا عندنا قاعدة اسمها الماء بالصلح ندمان برضو، الماء بالصلح ندمان برضو، برضو الناس نزار هناك، وبالمناسبة زي الناس نزار ديل وقبيلة نزار والناس ديل هم ديل شيوخ العرب بتاعين الأجاويد بتاعين الحل والربط بتاعين الحل الودي والحل الأهلي، ودائما نحن الحكم بتاعنا بتاع المحكمة ده ما بيرضى طرف من الأطراف، فالصلح هو الشيء الوحيد اللي بيخلي الناس يطلعوا الاثنين راضين تماما. وبالمناسبة يعني في صلح مشى لمراحل ثانية، يعني تم الصلح وبعد الصلح تم تزاوج وتمت علاقات مرتبطة وقوية جدا، بتاخذ زمن يا تل الصلح بتاع عموما حق القبائل وكده، ولا الزمن اللي بيكون والله خلاص الحكم بتاع المحكمة، الحكم بتاع المحكمة بياخذ زمن، انت عشان تصل للنتيجة بغناعة المحكمة المحايدة البعيدة جدا من الأحداث، المحكمة في حالة زي دي عندها إجراءات في سماع القضية كلها والشهود بتاعنا والبينة بتاعته، وفي إجراءات بتاع توجيه تهمة وفرصة للدفاع يدافع عن نفسه ويجيب شهوده لحد ما يطلع القرار في النهاية، فالمثل الإجراءات دي بتاخذ زمن طويلة. أهلنا سواء كان في المناطق المختلفة جدا في السودان كلهم عندهم المسألة بتاعت الأجاويد والمسألة بتاعت الصلح، القيادات الأهلية يسعي، ودائما يعني دائما بتجي الروح السودانية الطيبة، بتجي القيم الكثيرة دي، أقيف مع أخوك وأسند أخوك وصالح بين الناس
ووفق بين الناس وحكم بين الناس وبيقعدوا بالمناسبه وبيصلوا لمسائل وديه جميله جدا. والمساله دي فيها ادب كثير جدا في السودان هنا. والمساله دي قبل ما يعرفوا الناس البرة القواعد بتاعت التحكيم والقواعد كان عرفا بيقعدوا محكمين بيفصلوا في القضايا دي. حاليا اسا ظهرت المسائل القانونيه الجديده دي وظهرت المسائل بتاعت التحكيم دي وهي اساسا كانت في العرف بتاعنا قديم. لكن خلينا استاذ معتز فكره انه يعني على المستوى القضائي الفصل في القضايا بياخد زمن، الزمن ذاته بيعلم الطرفين ديل يعني بيعلم الجاني ده انه دي تجربة مريرة جدا هو المفروض تاني ما يتعرض لها يعني نعم. ويكون اكثر حرصا وبيعلم المجني عليه فكرة حرص ولا تخون، انت لازم تعمل حسابك في كثير من الحاجات. فبرضو الزمن بيعلم الناس القضاء صحيح. والزمن ذاته لما تاخذ الزمن بتخلي النفوس يحصل لها تنفس نعم. بتخلي النفوس تطايب شوية. واحيانا الطرفين يجوا المحكمة وخشوا المحكمة ويحضروها يطلعوا يصلوا مع بعض يركبوا مواصلاتهم مع بعض، دي كل وسائل بتقرب بيناتهم الفرص بتاعت انه تقرب بيناتهم وتحاول تقرب. فده برضو عامل الزمن فيها جوهري مهم جدا. هاي دي دايرة شعر حماسة ولا دوبيت يا نزار؟ والله يا اخي اعراف وعادات وتقاليد الشعب السوداني يمكن تكون غير كل الشعوب بصراحة. فمن حقنا نفتخر بسودانيتنا ووطننا. وجن الليل دار اخش لكم في الفخر يعني. جن الليل وروح وعقلي ودر وهم وشارد فكري سار وحل البنادر زمة إذ ذكرت ربعا كب خير ونعم عربا يعرض في النشر ويجر النمة الخوانة بنعز ونقوم بواجبه والعادانا بنزل ونزين حاجبه نحن بنركب الصعب اللي بجقلب كاجبه سوداني يسود للعاجب والمعاجب أهل المنهن غوم المعارك لاجو فيهن هيبة الملك المرصع تاجو أهل البيت واريخ المكارم راجو يمرق كالليل لمعت سيوف نهاجو أهل المجد التاريخ وزادوا مكانا وسغ لفعال بشموخ ومتانة أهل سبات هيبة واحترام وأمانها مات طناطح بسموها سمانة أهل البنفغ الماس والذهب والدر العاداه نفشر بالمحن والضر أنا ما كنت سوداني ومؤصل وحر كدبا شق بالمغس وبلوك المر أهلي أهل كرم يدفق سيرة محمودة وما دن البريد نتابع المقدودة أهل سبات عزة وفرسة مشهودة ما خرت جباه إلا لمعبودة أهل البكر الضيف الغريب والهامل ما بسعوا البكضب والذليل الخامل أهل نغضب تبشر بالهلاك الكامل انجدك الله أسلحة الدمار الشامل سبع حروف سبع حروف أريد وغير ما ليتاني وعشقها لي فرض من قمتا في وجداني خلاني أمدح فيك أزيد الحاني دم فصيلت اسمك وبفتخر سوداني دم فصيلت اسمك وبفتخر سوداني سوداني يا سلام. القصيدة فيها كمية من يعني كم هايل من مقدرات نحن مقدرات الشعب السوداني جزء نعم. كبير من العادات والتقاليد الجميلة والأعراف. وتخيل لي دي مرات كثيرة بتبقى ذخيرة لما يعرف بروح القانون نعم. مرات نحن في القضاء قضاتنا قد ما يتعاملوا بالمواد بشكلها الحرفي أو الصارم ده بيتعاملوا بروح القانون وده برضو بيوفر جزء كبير من الزمن يعني يوفر جزء من الزمن وبعد ذلك بدينا النواحي الإنسانية وبديك النواحي الوجدانية فيما يتعلق بالنص ودراستك لما بيور النص ودراستك لتفعيل النص ده بشكل مختلف عن الهدف المخطوط بالشكل الجامد. النص الجامد تحوله لنص مفاهيمي وجداني مختلف تماما وممكن يكون شعري برضه وبعد ذاك تجي فيه المساله بتاعت انك انت تتعامل بروحهم. الليله لو تعاملت مع طفل وارتكب مخالفات كبيره جدا انت بتتعامل بروح القانون ما بتتعامل بالنص الجامد
اللي بيقوم بغرر له قرار حتى على مستوى الاجراءات والتحقيق والمرافعات وغيره. اللغه ما بتكون نفس اللغه يعني، ما نفس اللغه وما نفس وما نفس التطبيق. الليله لو انت مسكت المساله تطبيق حرفي جدا، المشرع ده ما خدته لكن خدت لك صلاحيات بتحقق بها العداله في زمن محدد يعني، والزمن ذاته بتاع الشغلانيه بتاعت الوصول للعداله دي انت ممكن تتعامل بالروح بتاعته، ما تتعامل بالجمود بتاعته. النص اللي انت قريته ده بتلقى فيه نواحي شديدة كثيره جدا مربوطه بالعاطفه او مربوطه بالمساله بتاعت الروح بتاع الكلمات ذاتها. هو كويس انا غايته حسم لي الهويه، قال اسود وسوداني. نعم القيم والمبادئ حسم لي المساله دي كلها، حسم لي انه عندنا مبادئ وعندنا قيم بتختلف عن اي استلاب ثقافي ثاني. هو اشتغل لي شغل كثير، اشتغل لي بالروح في بعض الابيات المحدده جدا، وخدت حاجاته بتاعت السيف بتاعه، وخدت حاجاته بتاعت انه ديلا نحن. صحيح. بعد ذلك بيبقى لما تجي في النواحي القانونية وتجي في التطبيق بتاع المحاكم، أديك مثال بسيط جدا يعني، يعني روح القانون بتستدعي أنه أنا أديك غرامة، أديك مسألة تأديبية خفيفة، حكم مخفف، أديك مسألة بتتعلق بالمسائل الودية يعني. فمن هنا بتجي التعامل بالنص بالروح، ما بتتعامل معه بالصرامة بتاعته. حتى الشعر ذاته بساهم والله يعني. نعم. في حل يعني، بكون دائما الأجاويد والمجالس في حاجات بتحوي ما بتحويك ان ذاته تصل بها القانون. صحيح. بقصيدة ممكن انت تحل لا 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 معضلة يعني. نعم. مشكلة كبيرة. مشكلة كبيرة جدا. ما سمعنا الدوبيت، ممكن يكون برضو عنده علاقة بالزمن. اللي هو. الدوبيت، شعر الدوبيت عموما يعني. بالزمن يعني قصيده فيها فيها قصيده دوبيت او فيها زمن يعني. ايوه الزمن دائما، الزمن المواعيد. الزمن في الدوبيت مرتبط بالمسدار يعني. نعم. في شعر الدوبيت المسدار اللي هو بكون وصف رحله ذهاب او اياب للمحبوبه، دائما بتبدا معاك بالزمن يعني، بتقول مثلا بتبدا المسدار من الصباح الى ان تصل لديار المحبوبه، بتكون بتعدد فيها القرى او الحاجات اللي لقتك فيه. احنا عشان ما ندخل نبدا الرحله، دي رايك؟ أيوة. والله يا اخي انا عشان الزبون ما يسرقنا. انا 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 ما متخصص في فن المسدار بالضبط كده، لكن نمشي على قال يا بنت الملوك، يا بنت الملوك ما رايت امثالك، أدمن بغرامك وما عشق قبالك، يا القدمك متبر من ذهب خلخالك، أقدي لبيمها الوطي الجمر عزالك، مساهر للدغش وبن الغميدة مياقي، ورقق ليبي حنة وستفني شواقي، من ريدك كتبت شعر هرد خفاقي، كسرت الضلوع أقلام جلدي وراقي، الريد الخرتني وما جبت الجامو، آزن ليما شعري وفوقي غزة سهامه، ساهر وبيحت عبد السهر خدامه، زي طير السقود عيني غسم ما نامو، الجدي الكوتني وريده فوق تحكر، انجفلت سواني بنوح وليه تذكر، الكاتني شوقه وفي ضلوعي موكر، ابن صاها ضم اللي بدت تتنكر، ارض جراح لي رغم القساوة عطوفة، وما بقدر اسيب لو يطعنني سيوفة، الخلاني ساهر في عيوني ويصوفة، بنظر في المراية محل ملامحي بشوفة، متجزم أطولة وأبقى في وجدانة، ومالكاني وبريدة علي صعب نسيانة، أدين جادت علي بقطرة من تحنانة، عقب التمدغ القلب الهواها لبانة، ذيك في الخلايق تاني تب ما شفته، وحرمت الغرام أنا تاني غيرك عفتة، يا من ضي سنونك ارتعدت وخفت، يا كعبة غرامي زرت بيتا وطفت، قلبها لو سجن بتمنى فيه منفاي، وشوفت يا خلق غاية عيوني مناي، المنطوقة أجمل من مزيك تناي، وزي سكر كنان الفيا وآخر الشاي، أزاني الديمة جاير كيف طول إنسانه، وبيبخل بيوصاله قليل يشوف أخوانه، المسألة الهلكني ولا الشوت نيران، هو ما كف بيته حرم عليه جيرانه، ذكراها المعشعشة في القلب بكتني،
وهي سرقت غميدي وللسهر خلتني روب الغرام اللي الوجع ودتني هايم بمضمير اللي الجمر وطتني أزاني الداب وقايم وحاشة ما متبرج إلا وصال وقاسي مع العدم متحرج حظي مع العشق رامي القديم ومصري ماسك الجوكرين على العليا نعرج ماسك الجوكرين على العليا بنهدي يعني آخر أبيات دي البيت الأخير ده بنهدي لكل حرف الكشتين يعني يعني في كثير من الـ من الـ من الالفاظ والكلمات في القصيده دي يعني برضو نحن ما تعودنا انه نسمع في كلامنا العادي قد تكون اندثرت برضو الزمن مرات بغير اللغه بتاعتنا اليوميه اللي بنتكلم بها دي يعني التطور اللفظي بيكون عنده مؤثراته من جيل لجيل ومن كل شباب لشباب يعني الليلة أسعى الزول ده معرج في الكشتينة ده مصطلحات محتاجة لمعرفة كتير جبالك لما نتكلم نتكلم عن إنه قامت دغيش طير السقود تقريبا برضو طير السقود ومياجي جفلت هاي دي كلها مصطلحات حتى الشعر ذاته يعني فيه نفس التمرحل يعني زي ما سمعنا عندك وتشوراني قديما عدلان قول له وراني بشلوخة ستة زمان الشلوخة الستة يعني من أجمل ما يوصف به نعم. من عدلان قول له وراني بشلوخة ستة رمح طعني من لحظة عيونه وردت الفي جسمه مسك الكامن الموعدة قلبي تركته عنده وقمت ساكت جدت يا سلام يعني بعد ذاك تاني تعال عمنا وضى المرضي له التحية عرب منه كاتم لي ألم جواني رحلوا مصبحين فوق الضراع عبداني البيت شقة بيت الشعر البيت شقة ما عملوا له طابق تاني فوق ما علوا هواهم كندش والرباني يا سلام لكن تعال شوف الليل الحياة دي كلها ما تكاد تكون اندثرت بتدرجات محددة وظهرت مصطلحات وأدب ثقافي جديد جدا أكيد أنا أسأل وسلطان الزمن هنا بيظهر في الحتة دي يعني لو مشيت لجيل في الجامعة ولا أقل منه أحيانا بيستخدموا مصطلحات أنت ما بتعرفها صحيح واستخدموا ويتناولوا بعض الألفاظ بأسلوب محدد جدا أنت ما تفهمه نعم فكل جيل بتلقى عنده الثقافة الأدبية بتاعته نعم طيب التعامل كيف يعني دكتور معتز يعني أنت ممكن يكون عندك أبناك أو عموما يعني في كيف يعني التعامل ما بين زمانكم وزمانهم هم يعني أيوة بتلقى هسا نحن في زمنهم في زمنهم هم سعيد عشان تتعامل معهم فيبقى واحد من اثنين يا ترجع يا إما تطور الشغلانية دي نعم. يا إما تخش فيها بصورة مفاهيمية محددة جدا نعم. لكن الأهم من كده يكون الاستخدام ده للمصلحة المطلوبة ما يبقى فيه إنه يعني والله يا أخي فلان دقس وجلكين عمل ليه وشنو والمسائل دي يعني. نعم. لازم نحن نلاحظ على استخدامات محددة جدا نعم. يعني نحن مثلا في جيلنا يعني شاعر كان نجار في المدرسة بتاعت حنتوب أيوة. كتب وداعا روضة الغنا وضاعا معبد القدسي أنا شوف الزول ده كان بيستخدم لغة بياته مستوى يعني إحنا لحد المراحل الأولية الأولى آسف على المقاطعة لكن الناس الحقيبة ديل كتبوا كلمات نعم. وكتبوا جمل وعبارات يعني الآن لو جبت زول يعني متخصص في الأدب الحديث ولا نعم. اللغة العربية قد ما تقع له الكلمات يعني ما يقدر يفهمها يعني نعم ويتناولوا الزمن وإذا أتناولوا الموعد ويتناولوا الحبيبة بغطسية لغوية عالية جدا صحيح. حاليا بيحصل حالة بتاع التدني الحالة بتاع التدني دي ما هي شاملة يعني ما شاملة هاي بتحصل في حالات زي دي كده كويس بيتناولوا الزمن وبيتناولوا المحبوب وبيتناولوا الموعد بصورة بتلقاها شوية كده بتاعت غنبلة يعني احنا برضو الليلة من خلال الحلقة دي حاولنا نتناول المواعيد والزمن والوقت بكثير من المفاهيم واتحدنا انه يعني مرافعتنا في الحلقة دي مرافعتنا دي كويسة صح؟ حلو خالص مرافعتنا دي تكون لصالح عبارة زمن سودانيين ده نرتقي بالعبارة دي شوية يعني نخلي احساسنا بها اكثر ايجابيه دي مرافعتنا الحكم يصدروا المشاهدين بطريقتهم يعني نعم في زمن في الحياه دي برضه ممكن نحن يعني ما عنده قديم ما عنده جديد نحن ممكن نرجع يعني زمن بيزعفني نرجع بقصيده وتكون هي الختام يعني ممكن جزء من قصيده مربوعين ثلاثه كده جزء من قصيده مربوعين ثلاثه انت طالما رجحتني لمرحله الجامعه اديكم حاجه طريفه بيني وبين والدي احب اذكرها نعم سبحان علي اللي بيوديني الجامعه ما عندي
ما عندي يوديني الجامعه، وقلت ارسل، هو كان مستقر في البحر الاحمر، قلت ارسل لوالدي ده مربوع بتاع شعر وذاته يكتب شعر على اساس انه يرسل لي به رصيد انا ابيعه مش الجامعه الصباح العهد الاموي اي. فرسلت له مربوع بتذكر، قلت له فيه يا ساكن الشرق يسعد مساك واخواني، ويا الفارس بشنب طيب لعلك هاني، يا وابل الخريف ازعفني صادي، وفاني راقد في العوز مفلس جيوبي تعاني. انا يا ابوي انا ارسل لي رصيد والله. فنوريك الجميل قام رسل لي قال لي رايقين بسيط انا والمعاي واخوالك، واوعى تقول نسينا وما بنفوت من بالك، الفلس اطريت وقلت تغير حالك، المك يا ملك ضايق شقا وقبالك، معناته انا ذاتي مفلس يا نزار. فاذكر رجعت لي ثاني من مربوع قلت له ما مهم القروش الماب تدوم في الزايلة، وكيفك يا الله صم طيب رعودك شايلة، مطر في الشرق كفي الأهل والعائلة يكفيني العفو، ذكراك عشية وقايلة يكفيني العفو، ذكراك عشية وقايلة. الجميل انه بعد المربوع ده ما رسل لي ثاني مربوع، رسل لي طوالي رصيد. اتمنيت انه كان انا يرسل لي مربوع ثاني على اساس ان المسجله تستمر. نعم، وده الاحسن من القروش واحسن من التحويل اكيد يا اخي. يعني ده يمكن اجمل ختام نحن يعني اجمل بيت نختم به هذه الحلقه. يعني سعدنا كثيرا بهذا الحضور الانيق دكتور معتز المدني الخبير القانوني في هذا المساء، شكرا لك كثير. شكرا لكم، وسعدت بتواجدكم واحياكم للحلقه بشكل جميل يعني. نعم، لك التحيه برضو شاعر نزار سراج. مرحبتين حبابكم، حياكم الله، سعيد جدا جدا بهذه الاستضافه، وان شاء الله ربنا يقدرنا انه نرضي مستمعي ومشاهدي قناه الشروق. كثر خيرك والله، لك التحيه، كنت شعله يعني في هذه الحلقه بالكلمات الجميله والقصائد الجميله، لك التحيه. شكرا لك برضو. بنشكر بنحيي استاذه ساره سعيد، استاذه التنميه البشريه، كانت معنا في الجزء الاول من هذه الحلقه.